الحواوشي بأسهل طريقة وأسرع مكونات. معايا في الكبة 1/2 كيلو لحمة مفرومة، معايا بصل، فلفل رومي، فلفل حراق، معايا توابل ملح وفلفل أسود وكزبرة ناشفة، معايا قطع ليا صغيرة متقطعة وبصل كتير. فرمتهم كويس قوي قوي في الكبة لغاية ما بقوا ناعمين كده، تمام، بنظبط الملح طبعا، وفي بشرة جوز الطيب وشوية حبهان. خلاص بقوا ناعمين كده كويس، اجيب العيش بتاعي افتحه من النص كده، كمية العيش طبعا اللي احنا هنعملها كلها نفتحها من النص كده ونملاها من جوه بالخلطة اللي عملناها بتاعة الحواوشي بالمنظر ده. بس كده بنخلص الكمية اللي عندنا كلها، نجيب طاسة ندهنها زيت كده بفرشة بسيط، وبعدين ايه ناخد العيش بتاعنا اللي ملناه بالحواوشي ونحطه في الطاسة دي، ما بياخدش وقت، احنا بندوس عليه بس كده بأي معلقة او حاجة معانا ونقلبه على الناحيتين. بس كده بنضغط عليه شوية، مجرد ما لونه يتغير يغمق شوية بيكون استوى وخلاص بنطفي عليه. لو عايزينه طري بنحطه فوق بعض عشان يطرى. بس هو ده شكله. اللحمة طبعا بتبقى مستوية جدا من جوه، مش محتاجين ان احنا نسويها قبل ما ندخلها في الساندوتش يعني. بس كده زي ما شايفين اللحمة مستوية ازاي، وبالهنا والشفا.